صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. حلقه جديده وموضوع جديد هيهمك لو عاوز تتجوز من اوكرانيا. بس قبل ما اقول لك نوع الزواج ونوع الست، لو بتشوفني لاول مره اتمنى تشترك في القناه واللايك والتعليق الجميل. نبدا حلقتنا على بركه الله. ناس كتيره قوي من حضراتكم حلم حياتهم يتجوزوا يعملوا اسره ويجيبوا اطفال وحياتهم تبقى جميله. مين فينا مش عاوز حياته تبقى مستقره ما فيهاش اي مشاكل؟ بعض من الناس دايما بتسالني عاوزين نتجوز من اوكرانيا او نتجوز من اوروبا او حتى تتجوز من بنت بلدك. عشان تتجوز وفعلا تعمل اسره لازم تبص لبعض الاشياء، يعني دقق جدا في التفاصيل دي. اوعى تاخد ام العيال في اوروبا او في بلدك. ليه؟ لان ام العيال هتقرفك. ام العيال دي مين؟ اللي هي عندها طفلة او عندها طفل او عندها ولد وبنت او عندها بنتين الى ما لا نهاية. ده اكبر غلط هترتكبه في حياتك لو اتجوزت واحدة عندها عيال. وما تستسهلش تقول ايه ده البنت صغيرة او الولد صغير او العيال صغيرين مش هيقرفوني. لا، العيال بتكبر بسرعة رهيبة. فبتبص تلاقي العيل اللي عنده سنتين النهاردة بعد 10 سنين بقى عنده 12 سنة، بقى طولك، يعني ليه طلبات، ليه شخصيته مستقلة بيه. هتلاقي نفسك انت بتتعب في وسط هذه الأسرة لانك انت من البداية اخترت غلط، لاني مفيش حد بيشيل نفسه هموم فوق طاقتها في الغربة. ولما بقولك ما تاخدش ام العيال في الغربة، ده اكبر عبء على كتافك. ليه؟ النهاردة اهم حاجة عند الام ولادها، عشان تبقى فاهم، سواء في دولة عربية او في دولة اوروبية او في اي مكان في العالم، الام ام في كل مكان. مستحيل تتنازل عن اطفالها لو عملت ايه. حد بتيجي حضرتك تعيش في وسط هذه الاسرة، لو اتكلمت مع الطفل اللي هو ابن زوجتك هتلاقي مراتك لوت بوزها، لو ما جبتلوش هدية في عيد ميلاده هتلاقي مراتك لوت بوزها، لو الولد ده او البنت دي تعبانة وما وديتهاش للدكتور واهتميت على صحتها هتلوي بوزها. بص، في حتة المرض دي، المرض المفروض ان احنا نقف جنب اي حد، سواء ابنك او ابن زوجتك او ابن الجيران او ايا كان، لازم يبقى في قلبك رحمة للبشر. لو لقيت حد مريض تساعده. فالجزئية بتاعة المرض دي الواحد بيبقى بين البنين فيها، ولكن دي اشياء بتمر عليك في حياتك. لو ما ساعدتش مراتك هتلوي بوزها، لو ما اكلتوش من نفس اكلك مراتك هتلوي بوزها، لو ما اديتوش مصروف مراتك هتلوي بوزها. هتلاقي لوي البوز على الفاضي وعلى المليان. طيب انت ايه اللي جبرك على ان تاخد واحده عندها عيال وانت ممكن يكون قدامك حد سالك في بلدك؟ حتى احسن الاختيار في شريكه الحياه. النهارده يا جماعه هذه القصة صراحة بشوفها كتير قوي عند بعض الناس، بيبقى فايته القطر. وفايته القطر هنا مش معناها ان هو مش متجوز، لا، فايته القطر في السن، فعنده أولاد في بلده فعاوز يتجوز واحدة على مراته، مش عاجباه الست اللي موجودة معاه فعاوز يتجوز واحدة أخرى. دي بتبقى أحيانا فراغة عين، فبيبدأ يدور على أي واحدة كسر، أي واحدة تقابله مجرد ما تضحك له ضحكة يلزق فيها، وسبحان الله كأنه بيحبها بقاله 30 سنة. لا، انت حضرتك عندك أولاد، حاول تحافظ على أسرتك وأولادك داخل بلدك، دي رقم واحد. ما عندكش أولاد ومعاك زوجة، ارضى بالمقسوم لك أو غير من بنت بلدك، ما تغيرش من الأجنبية. في بعض الناس بلاقيهم مثلا عمره 30 سنة ورايح يتجوز واحدة مثلا عندها 50 سنة أو 55 سنة أو 60 سنة. في فرق سن كبير قوي بينكم. الست دي مش هي دي سعادتك في الدنيا، عشان تبقى عارف. خد اللي يناسبك في السن. احنا عندنا في دولنا العربية ما ينفعش تاخد واحدة ست اكبر منك في السن، ده عيب، وده امام عائلتك واصدقائك بيبقى حاجة مخجلة، وكلنا نعلم هذا. فانت حاول دايما تطبق نظام بلدك وعادات وتقاليد بلدك حتى في الغربة. لما بتخش مثلا على سبيل المثال في الفيسبوك، فبتلاقي بنات كتيرة قوي بيبقوا ما شاء الله منتشرين ومتوغلين وقاعدين ليل ونهار في الفيسبوك. فبتبص تلاقي البنت لابسة لبس مش محترم، فتبص تلاقيها بصدرها لابسة بيكيني، عاملة حركات وأوضاع غريبة، نايمة على وشها، نايمة على بطنها، نايمة على جنبها، وهكذا الأمور. طبعا بعض الناس بيعجبهم هذا
الكلام. لا، انت عشان تتجوز واحده تليق بمقامك ما تدورش على واحده عاهره وتقول لي دي هتجوزها، ما ينفعش بكل المقاييس يا جماعه، ما ينفعش. لازم ننقي البنت المحترمه. طب انا هعرف منين ان البنت دي محترمه ولا مش محترمه؟ اولا انت لما بتتعرف على حد في الفيسبوك سواء بنت او راجل بتبقى صداقه عاديه، هو لازم يكون الصداقه حب وغرام وعشق وقلوب وبوس عشان تبقى علاقه محترمه؟ لا، ممكن تصادق اي حد عادي، ولما بتصادق هذا الحد مع العشره اللي بينك وبينه وعدم استعجالك بيبان لك هذا الشخص اذا كان محترم او غير محترم. هذه النوعيات هتلاقيها موجوده كتير قوي في الفيسبوك، في بنات محترمه وفي بنات مش محترمه. انت بتبدا تسال البنت، بتسالها عن بعض الاشياء اللي انت تفهم اذا كانت البنت دي كويسه او مش كويسه. مثلا على سبيل المثال، لما احب اعرف حاجه عن حد لازم امشي على هواه، يعني بمعنى نوع من الذكاء. لما اجي بقى يا حبيبتي عاوزك بقى تظبطي لي القعده، وانا بحب كذا من الخمور، وانا بحب كذا من البيره، وتبدا تقول لها بعض الاشياء. لقيتها تجاوبت معاك تعرف ان البنت دي بتشرب، دي بلاش منها، تركنها على جنب، لان البنت دي هتقرفك ومش هتمشي معاك. دي حاجه ممكن تعرف بيها البنت دي بتشرب بطريق غير مباشر. ما هو انت مش هينفع تقول لها انت كويسه ولا مش كويسه، مفيش حد حتى لو هو مش كويس هيقول لك انا مش كويس، مستحيل. فكل واحد دايما بيخبي حقيقته داخل نفسه، وخصوصا بيبقى في مسافات بعيده بينك وبين الشخص، فما بتبقاش قادر فعلا تقدر صحه اخلاقه او حجم اخلاقه. معلش يا جماعه، انا لما بكلمك عن هذه الاشياء انا والله خايف عليك، مش عاوزك تقع في حد يقرفك وبعدين ترجع تقول في الاخر ان البنات في اوكرانيا ضحكوا عليا، او بنات مش كويسين، او بنات كذا. بص يا حبيبي، موضوع الحلو والوحش ده موجود في كل مكان. اوكرانيا مش بلد انبياء عشان تبقى عارف، اوكرانيا فيها الكويس وفيها البطال، فيها الشمال وفيها اليمين، وفيها المحترم وفيها عديم الاحترام. في بلادنا كمان فيها نفس الاشياء، فانت حضرتك تخلي بالك من المسرحيات اللي بتتعمل دايما في هذه المنصات. ما تبصش للبنت المتكبره، البنت المتكبره دي هتقرفك. هتقرفك ليه؟ ممكن وانت بتتكلم معاها كزوج تلاقيها بتتكبر عليك، بتطلب منك اشياء ما ينفعش يعملها راجل، فهمت؟ فانت دايما احسن الاختيار. ده نوع من الستات موجود انا اتكلمت فيه كتير عشان انت تنتبه. في نوع اخر هتلاقيه من الستات، هتلاقي ناس غلابه، ناس شبهنا عاوزين يعيشوا. وطالما البنت عدت 30 سنه انت ما تستعجلش، وطالما البنت ملائمه لسنك انت برضه ما تستعجلش. في قيود لازم انت تخلي بالك منها وانت بتختار شريكه حياتك. هتلاقي بنت مسلمه متدينه تمشي على هواك وعلى دينك داخل هذه الدول، يبقى انت بتضحك على نفسك. الكلام ده يا جماعه والله حتى في الدول اللي فيها اسلام كتير زي روسيا هتلاقي فيها عدد مسلمين كتير، زي كازاخستان، اوزباكستان، بلاد كتيره قوي، الشيشان، مش عارف ايه الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، اللي هم اوروبيين ولكن مسلمين. الناس دول يا جماعه المحترمين منهم ما بيجوزوش بناتهم للعرب، عشان تبقى فاهم. الناس فاهمه غلط. عارف الناس دول اللي انا ذكرت لك بلادهم لما بيجوزوا بنتهم لواحد عربي، لما الناس في القريه او في المدينه يقول لك لا دي مش شيشانيه اصليه، دي تايوان، دي مش كازاخستانيه اصليه، دي مش عارف ايه مش اصليه، فهمت؟ يعني عارف في بعض الدول يقول لك ايه دول لمامه الناس، فهمت؟ برضو احنا في ديوانا العربيه هتلاقي برضو بشر لمامه الناس. في كل مكان هتلاقي الحلو والوحش، فانت تحسن الاختيار. ناس كتيره قوي، وانا يمكن من سنين طويله عدت اتكلمت على موضوع الناس اللي عاوزه تروح هذه الدول وتتجوز من مسلمات وبيروحوا وبيرجعوا خاوي اليدين. يعني الموضوع ده فكسان اصلا. اولا بيبقى في عادات وتقاليد مختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا، في بعض المذاهب أو الطوائف بتبقى مختلفة عن طائفتك أو مذهبك، يعني هذه الأمور تخلي بالك منها، لأن الناس بتختار اللي بيلائمها، اللي هو كربون منها، يعني هتلاقي واحد محترم، متربي، متعلم، بيدور على واحدة متربية، متعلمة زيه. واحد مش متربي ولا متعلم هتلاقيه برضه بيدور على اللي شبهه، يعني الموضوع متبادل، هتلاقي واحد مستوى الاجتماعي كذا هتلاقيه بياخد من نفس المستوى الاجتماعي بتاعه، ما ينفعش ياخد مستوى اعلى، لان المستوى الاعلى دون هيعايره طول العمر ان هو اعلى منه.
كذلك التعليم، كذلك التربية، كذلك أشياء كتيرة في أخلاقيات الناس. فأنت حضرتك لو عاوز تتجوز بهذه الطريقة روح اتجوز، دي حياتك وانت حر فيها. لو انت شايف ان كلامي مظبوط وفي مكانه الطبيعي يبقى على بركة الله، دور علي لقمة، ما تروحش تاخد أم العيال اللي أنا حكيت لك عنها دي، هتقرفك وحاجات كتيرة قوي أنا ما ذكرتهاش. ولكن انت لو قعدت مع نفسك كده هتلاقي أي حد اتجوز على زوجته أو اتجوز لأول مرة لوحدة عندها أطفال، الجواز ده ما بينجحش وبيفشل بنسبة كبيرة جدا، لأن أولويات الأم لأولادها، وده الحق بتاع ربنا. لأن الأم لو استغنت عن أطفالها يبقى فين الجنة تحت أقدام الأمهات؟ يبقى فين الكلام الجميل اللي ربنا قاله على الأم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الأم؟ وزي ما الشاعر حافظ إبراهيم قال: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق. ده شيء حبيت أقوله لحضرتك، يعني الأم رمز وعمود الأسرة والدولة والعيلة، فهمت؟ في بعض الناس بتهمش المرأة، ده شأنهم، ولكن الإسلام كرم المرأة، فأنت كمان اكرم زوجتك أو اختار أم أولادك عشان ربنا يكرمك. حاجة أخيرة قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا، ما تبقاش أنت ما دخلتش دنيا وأهلك صرفوا عليك قد كده تعليم وجامعات ورباية ولبس وأكل، وفي الآخر تاخد واحدة خارج بيت، واحدة معاها عيال. اوعى تعمل كده، دور علي يناسبك، دور علي أنت ترتاح معاه مش هو اللي يرتاح معاك. صدقني لما بتاخد واحدة عندها أطفال أنت أكتر واحد بتتعب كتير قوي في الدنيا وفي الحياة. ليه؟ لأنك أنت ما عندكش تجارب لا مع أطفال ولا مع عائلة ولا مع زوجة ولا مع أي شيء، فبتتعب. فنصيحة، خد اللي زيك، فهمت؟ أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبت حضراتكم، أتمنى لكم كل خير، أتمنى لكم الصحة والعافية. أتمنى لكم إيه؟ أتمنى لكم أن أنتم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتقولوا تعليقكم الجميل. صباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، اشوفكم على خير، سلام عليكم.